السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. معاكم دكتور محمد النجار، إن شاء الله هنكون مع بعض في مادة الهيستولوجي. مادة الهيستولوجي مادة ظريفة جدا جدا جدا، وإن شاء الله هتبقى سهلة خالص 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 معانا. المادة دي مادة من المواد الممتعة اللي محتاجة منك بس إنك تهتم بيها وإنك تتابع معايا الفيديوهات أول بأول. أنا مش عايزك تراكم فيديوهات. الموضوع بسيط خالص والشرح بسيط خالص، وهتفهم كل حاجة بمنتهى السهولة. هنبدأ على طول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول هيستولوجي. يعني ايه هيستولوجي؟ سؤال مهم جدا واسم جديد انت اول مرة تسمعه. هيستولوجي هي كلمة بتتكون من مقطعين، اولوجي وهيستو. كلمة اولوجي يعني علم، علم ايا كان نوع العلم ايه. انا هنا مهتم بعلم الهيستو. ايه هو الهيستو؟ هيستو دي يعني انسجة. يبقى الهيستولوجي هو العلم الذي يهتم بدراسة الأنسجة. يعني ايه أنسجة أصلا؟ بص يا سيدي، أنسجة دي مجموعة من الأنسجة تديني عضو. عضو زي ايه؟ زي الكلية دي مثلا. الكلية بتاعت الإنسان، كلية الإنسان دي بتتكون من عدد كبير جدا من الأنسجة. يبقى مجموعة كبيرة من الأنسجة تتجمع أجريجيت، تتجمع مع بعض فتديني عضو. طيب والأعضاء؟ مجموعة من الأعضاء تديني سيستم. زي سيستم يعني جهاز، زي الجهاز التنفسي، جهاز الهضمي، جهاز الدوري وهكذا. طيب ومجموعة من الأجهزة تديني كائن حي. يبقى إذن الهيستولوجي هو العلم اللي بيهتم بدراسة الأنسجة، والأنسجة دي هي اللي بتكون الأعضاء، والأعضاء تكون الأجهزة، والأجهزة تكون لي كائن حي. طيب إحنا عشان ندرس الأنسجة دي، النسيج بالنسبة لنا هيبقى مبهم جدا، فاحنا محتاجين ناخد التفاصيل بتاعته. التفاصيل بتاعته دي ازاي؟ تفاصيل يعني احنا عايزين وحدة بنائه. الانسجة دي او كل نسيج بيتكون من مجموعة كبيرة جدا جدا من الخلايا. طيب هنيجي نبص مثلا على عضو زي الكلية. دي كلية كدني. لو احنا جبنا كلية كده وعايزين نفحصها فحص عامة، ده ماليش فيه. انا راجل بتاع هيستولوجي. بتاع هيستولوجي يعني بتاع ميكروسكوب. طيب هفحص الكلية دي تحت الميكروسكوب ازاي؟ اولا انا هاخد جزء منها كده، شريحة كبيرة خالص، ده اسمها نسيج. والشريحة دي هبدأ اخد منها شريحة اصغر. الشريحة الاصغر دي هي دي اللي انا بقدر افحصها. يعني مثلا ده نسيج. النسيج ده لو بصيت تحت الميكروسكوب هلاقي جواه عدد كبير جدا جدا من الخلايا، خلايا صغيرة جدا جنب بعض. هي دي بقى اللي انا مهتم بدراستها، وهي دي اللي انا هفحصها. طيب انا هفحصها من وجهة نظر ميكروسكوبية. الخلايا خلايا حجمها صغير جدا لدرجة انها لا ترى بالعين المجردة. انا اخري بشوف جزء من العضو، لكن هو او نسيج، لكن مش هقدر اشوف الخلية لانها حجمها صغير جدا. طيب انا عشان اشوف الخلية دي وافحصها كويس واعرف تركيبها واعرف مكوناتها، وحد يسألني انا ايه ليه مهتم ان انا اعرف تركيب الخلية؟ لان انا لما اعرف تركيب الخلية هعرف هي ازاي بتأدي وظيفتها، هفهم كل حاجة عنها عن طريق ان انا افهم تركيبها. طيب انا دلوقتي هاخد خلية وعايز افحصها، وزي ما قلنا هنفحصها تحت الميكروسكوب. هنا ندخل في نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان انا عندي عدة انواع من الميكروسكوبات، لكن اللي انا مهتم بيه في مادة الهيستولوجي هم نوعين اتنين من الميكروسكوبات. نوع اسمه لايت ميكروسكوب، ونوع اسمه الكترون ميكروسكوب. لايت ال فور لايت يعني ميكروسكوب ضوئي، والكترون يعني ميكروسكوب الكتروني. ميكروسكوب ضوئي وميكروسكوب الكتروني. هناخد الشريحة بتاعتنا دي ونحطها تحت الميكروسكوب، سواء الميكروسكوب الالكتروني والميكروسكوب الضوئي، ونبدأ نتفرج على مكونات الخلية. نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، لو انا جبت شريحة جاهزة كده بمنتهى البساطة واوتوماتيك وحطيتها تحت الميكروسكوب، هشوف حاجة؟ لا مش هشوف حاجة، لان مكونات الخلية هتبقى تايهة في بعضها، كل حاجة شبه بعضها. طيب انا عشان افرق بين مكونات الخلية دي انا محتاج ان انا افرقهم عن بعض. طيب هفرقهم عن بعض ازاي؟ هفرقهم عن بعض بحاجة مهمة جدا اسمها الستينز. ستين يعني صبغة،
صبغة يعني لون. من الآخر أنا عايز أديها لون بحيث إن مكونات الخلية جزء منها ياخد لون وجزء التاني ما ياخدش لون أو ياخد لون تاني، بحيث إن أنا أقدر أفرقهم عن بعض، أشوفهم بعيد عن بعض، مختلفين عن بعض. طيب أنا عندي صبغات إيه في الهيستولوجي؟ صراحة أنا عندي عدد كبير جدا من الصبغات، لكن أشهرهم على الإطلاق واللي لازم تحفظه زي اسمك صبغة اسمها H and E. وخد بالك انا كتبت اتش باللون الازرق وكتبت الاي باللون الاحمر، وده مش عشوائي، لا ده ليه دلاله مهمه جدا. الاتش دي حاجه اسمها هيماتوكسيلين، والاي فور ايوسين، دي صبغه ودي صبغه، ودي بتدي لون ودي ليها لون تاني. بمعنى الاتش فور هيماتوكسيلين بيبقى لونها ازرق بلو، والاي بيبقى لونها احمر زي ما انا رسمها، يبقى اليوسين لونها احمر والهيماتوكسيلين لونها ازرق. طيب هل ده الفرق الوحيد ما بينهم؟ لا ده مش الفرق الوحيد ما بينهم، هما الصبغتين دول بالمناسبه بيتحطوا مع بعض مع بعض، يعني انا ما ينفعش اصبغ بالهيماتوكسيلين بس ولا اصبغ باليوسين بس، لا ده هما مع بعض اسمها صبغه اتش اند اي، وهي صبغه بتتكون من جزئين بس في الاول والاخر هي صبغه واحده، هي صبغه واحده. في جزء منها بيصبغ لي يعني الهيماتوكسيلين ده هيصبغ لي اجزاء معينه من الخليه، واليوسين هيصبغ لي اجزاء تانية من الخليه. طيب تسال نفسك سؤال مهم جدا، هو ايه هي الاجزاء اللي هيصبغها الهيماتوكسيلين وايه هي الاجزاء اللي هيصبغها اليوسين؟ بص يا سيدي، الهيماتوكسيلين ده لونه ازرق، واحنا عارفين من ايام ثانوي ان طالما لونه ازرق يبقى قاعدي بيزك، لكن الايوسين لونه احمر يبقى اسيدك حمضي. طيب من ايام سنه وانت فاكر ان الحمض بيتفاعل مع قاعده والقاعده بتتفاعل مع حمض، ما ينفعش حمض مع حمض وما ينفعش قاعده مع قاعده، هيمسكوا في بعض، انا عايز حاجات تمسك في بعض، يبقى قاعده قاعده لونها ازرق وحمض لونه احمر، دول هيروحوا لبعض. طيب معنى كده ان صبغه الهيماتوكسيلين اللي هي الاتش هتصبغ لي الحاجات الحامضيه. يبقى احنا قلنا ان الاتش هيماتوكسيلين بيزك، بيزك يعني ايه؟ يعني قاعديه، وقلنا ان القاعده بتحب الحمض، اذا الصبغه دي صبغه قاعديه، يبقى هتروح على مين؟ هتروح على الاسيديك كومبوننتس، المكونات الحمضيه اللي موجوده جوه الخليه هتروح تتفاعل مع الصبغه دي، يبقى صبغه الاتش الهيماتوكسيلين هتصبغ لي المكونات الحمضيه. المكونات الحمضيه بتحب ايه؟ بتحب القاعدة. يعني ايه بتحب القاعدة؟ الكلمة ليها دي ليها ترجمة عندك. كلمة بتحب في الطب يعني فلك. كلمة بتحب يعني فلك. وكلمة بتكره يعني فبك. يبقى بتحب البيز. بتحب البيز هي مكونات حمضية. بتحب ايه؟ بتحب البيز. بتحب يعني فلك. والبيز اسمها بيزو. يبقى اذا المكونات الحمضية بيزوفيلك لانها بتحب الصبغة القاعدية. يبقى تاني عشان الحتة دي رخمة شوية وبتتوه. بص يا سيدي، صبغة الهيماتوكسيلين صبغة قاعدية لونها ازرق بتصبغ المكونات الحمضية، والمكونات الحمضية بالتبعية بتحب الصبغة اللي لونها ازرق، اذا بنسميها بيزوفيلك. بيزوفيلك. طيب على الناحية التانية انا عندي صبغة اليوسين. صبغة اليوسين لونها احمر، لونها احمر، وهي صبغه اسيدك، صبغه حمضيه، هتصبغ لمين؟ هتصبغ للمكونات القاعديه البيزك، والمكونات القاعديه دي بتحب ايه؟ بتحب الحمض. كلمه بتحب يعني ايه؟ يعني فلك. كلمه بتحب يعني فلك. طيب بتحب ايه؟ بتحب الحمض، يبقى اسمها اسيدو فلك. يبقى بمنتهى البساطة صبغة الهيماتوكسيلين صبغة قاعدية بتصبغ المكونات الحمضية، والمكونات الحمضية دي بنقول عليها انها بيزوفيلك بتحب القاعدة، على العكس صبغة اليوسين صبغة لونها احمر اسيدك، وبالتالي بتصبغ المكونات القاعدية اللي موجودة جوه الخلية، والمكونات القاعدية دي بتحب الحمض فبنسميها اسيدوفيلك. اسيدوفيلك. يبقى احنا نقول تاني ان انا عندي نوعين من الصبغة، او جوه صبغه الهيماتوكسيلين اليوسين بتتكون من هيماتوكسيلين وايوسين. الهيماتوكسيلين لونه ازرق قاعدي بيصبغ المكونات الحمضيه،
والمكونات الحمضيه بنقول عليها انها بيزوفيليك لانها بتحب القاعده. على الناحيه الثانيه صبغه الايوسين صبغه حمضيه لونها احمر اسيدك، بتحب المكون او بتصبغ المكونات البيزك المكونات القاعديه، والمكونات القاعديه دي بتحب الحمض يبقى اسمها ايه؟ اسيدوفيليك. ده الجزء بتاع الصبغات. طيب يا عم الحاج، انا دلوقتي جبت الشريحه وجهزتها وصبغتها بالهيماتوكسلين والايوسين او اي صبغه كانت، في صبغات كتير جدا بس دول اشهر انواع الصبغات. وبعد ما صبغتها هحطها تحت الميكروسكوب، وقلت ان انا عندي نوعين من الميكروسكوبات، ميكروسكوب ضوئي وميكروسكوب الكتروني. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الميكروسكوب الالكتروني والميكروسكوب الضوئي؟ بص يا سيدي، انا عندي فروق مهمه جدا بين الاثنين. ايه هما؟ اول فرق هو الفرق في قوه التكبير، ماجنيفيكيشن باور. ماجنيفيكيشن يعني تكبير، كلمه ماجنيفاي يعني كبر، ماجنيفيكيشن باور يعني قوه التكبير. قال لك ان الميكروسكوب الضوئي ده بيقدر يكبر اي جسم تحت منه لحد 4000 مره. 4000 مرة؟ بيكبروا 4000 مرة. امال الميكروسكوب الالكتروني بيكبروا كام؟ بيكبروا 400000 مرة. 400000 مرة. شايف قوة التكبير واصلة لحد فين؟ انا عندي ميكروسكوب ضوئي وانبهرت ان هو بيكبر لحد 4000 مرة، لا ده انت هتنبهر اكتر لحد لما تعرف ان الميكروسكوب الالكتروني بيقدر يكبر لحد 400000 مرة. دي قوة تكبير عظيمة جدا، عظيمة جدا. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها ريزوليوشن باور. خد بالك عشان الحته دي تريكي شويه. ريزوليوشن يعني ايه؟ يعني توضيح. يعني ايه بقى؟ ايه الفرق بين التكبير والتوضيح؟ انا التكبير ده القوه اللي بيقدر يكبرها، هيكبر لي المساحه دي قد ايه. طيب التوضيح هي معنى تاني ليها. يعني ايه؟ يعني ايه من الاخر؟ يعني التوضيح يعني ايه اقل سمك بقدر، اقل سمك لمركب بقدر اشوفه تحت الميكروسكوب. والله في الميكروسكوب اللايت ميكروسكوب، الميكروسكوب الضوئي، انا بقدر اشوف لحد 2 من 10 مايكرومتر. مايكرومتر ايه هو المايكرومتر؟ هقول لك حالا بس ركز معايا. ان قوة التوضيح لحد 2 من 10 مايكرومتر. طيب امال قوة التوضيح في الميكروسكوب الالكتروني لحد كام؟ 2 من 10 برضو بس نانومتر. نانومتر. ايه هو الفرق بين الميكروميتر والنانوميتر؟ الفرق وبمنتهى البساطة ان انا الملي، الواحد ملي متر بيساوي 1000 مايكروميتر، والواحد مايكرون بيساوي 1000 نانو. 1000 نانو. يبقى اذا الميكروسكوب الضوئي بيكبر او بيوضح بقدر اشوف لحد مركبات سمكها 2 من 10 نانو مايكرومتر. معنى كده ان لو اقل من 2 من 10 مايكرومتر مش هشوفها. هو ده المقصود. لكن الميكروسكوب الالكتروني بشوف لحد 2 من 10 نانومتر. طب لو اقل من 2 من 10 نانومتر مش هقدر اشوفها ولا بده ولا بده. يبقى احنا لحد دلوقتي عرفنا يعني ايه ماجنيفيكيشن باور ويعني ايه ريزوليوشن باور. طيب النقطة الثالثة هي نقطة في غاية الأهمية، ولحد دلوقتي الميكروسكوب الإلكتروني متفوق في كل شيء ما عدا النقطة دي. إيه هي؟ نقطة الصورة. الصورة اللي هتطلع لي أو الصورة اللي أنا هشوفها تحت الميكروسكوب. في الميكروسكوب الضوئي اللايت ميكروسكوب الصورة هتبقى ملونة colored، ودي أهم ميزة فيه. أهم ميزة في الميكروسكوب الضوئي إن الصورة فيه ملونة، بشوفها بالألوان. طيب انما في الميكروسكوب الالكتروني نوت كالرد، نوت كالرد، ما بشوفهاش بالالوان. امال هفرق بينها ازاي؟ لا دي قصه تانية هنشرحها واحنا ماشيين واحده واحده. لما الصوره تبقى مش ملونه ازاي انا هقدر اشوفها؟ بص يا سيدي، الميكروسكوب الضوئي بيتفوق في ان هو بيكبر لي 4000، قصدي بيكبر لحد 4000 مره. الميكروسكوب الالكتروني بيتفوق عليه انه بيكبر لحد 400000 مره. الميكروسكوب الضوئي بيوضح لي لحد 2 من 10 مايكرومتر، لكن الميكروسكوب الالكتروني لحد 2 من 10 نانومتر. الميزه اللي موجوده في الميكروسكوب الضوئي ان هو الصوره بتاعته ملونه، لكن الميكروسكوب الالكتروني الصوره مش ملونه، صوره مش ملونه، صوره ابيض واسود. طيب نوع العدسه المستخدمه، والله
العدسة هنا ده ميكروسكوب ضوئي، العدسة عدسة ضوئية لايت لينس، عدسة إزازية بتعدي منها النور جلاس، إزاز عادي، عدسة إزاز. أمال في الميكروسكوب الإلكتروني عدسة اسمها إلكترو ماجنتيك، عدسة مغناطيسية. يبقى إذن دي كل الفروق اللي أنا محتاج أعرفها بين الميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب الإلكتروني. احفظ معايا حاجة مهمة جدا جدا جدا، إيه هي؟ الترقيم ده، إن الميكروسكوب الضوئي بيشوف لحد 2/10 مايكرون، والميكروسكوب الإلكتروني بيشوف لحد 2/10 نانومتر، لأن ده سؤال MCQ مهم جدا جدا جدا. طيب إذن قوة التكبير بتاعة الميكروسكوب الضوئي 4000، وقوة التوضيح 2/10، والصورة بتاعته ملونة والعدسة نوعها إزاز. الميكروسكوب الإلكتروني قوة التكبير 400,000 مرة، وقوة التوضيح بشوف حاجات سمكها لحد 2/10 نانومتر، الصورة بتاعته مش ملونة، والعدسة المستخدمة هي إلكترو ماجنتيك. طيب ده كل اللي أنا قلته لحد دلوقتي، هنعيده تاني سريعا. احنا اتكلمنا النهاردة عن ان الهيستولوجي هو العلم اللي بيهتم بدراسة الأنسجة، وقلنا ان الأنسجة ديت هي مجموعة من الأنسجة تعمل لي عضو، ومجموعة من الأعضاء تعمل لي جهاز، ومجموعة من الأجهزة تعمل لي كائن حي. وقلنا ان النسيج بيتكون من مجموعة من الخلايا، وان انا عشان اشوف الخلايا ديت محتاج ان انا اخد شريحة صغيرة جدا واصبغها. واشهر الصبغات هي الهيماتوكسل واليوسين. الهيماتوكسل لونها ازرق، وهي صبغة قاعدية بتصبغ المركبات الحمضية، والمركبات الحمضية بتحب القاعدة فبنقول عليها بيزوفيليك. على الناحية التانية الايوسين هي مادة لونها احمر بتصبغ المركبات العضوية، والمركبات العضوية بتحب الحمض فنقدر نقول عليها اسيدوفيليك. وبعد كده اتكلمنا في المقارنة الظريفة بين الميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب الالكتروني. ده كل اللي احنا شرحناه لحد دلوقتي.